انت لاعب محترف في صفوف نادي الزمالك، كلمني عن ظروف نادي الزمالك حاليا في كرة الطائرة، وخلي السادة المشاهدين يعرفوا اكتر موقف الفريق الحالي، موقفكم ايه في جدول الدوري، ايضا ليه نادي الزمالك مش ظاهر بالشكل الجيد هذا الموسم؟ والله لا احنا بقى لنا احنا انا اتكلمنا قبل كده بعد مكسب الاهلي، احنا كسبنا الاهلي في الدوري اخر ماتش، كنا كاسبين الاهلي في الدوري قبل خساره البطوله العربيه. لما كسبنا الاهلي احنا طلعنا في التلفزيون واتكلمنا وقلنا ان احنا طبعا بقى لنا 3 سنين بنعمل جيل، يعني جيل محترم للنادي، جيل كله شباب. احنا اكبر حد في فرقتنا 30 سنه، كل الشباب اللي موجودين من 21 22 24 25 ده اكبر حد في الفرقه 29 سنه، واحد بس. فبنعمل جيل عكس بقى النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا في ناس كبيره جدا ولاعيبه محترمه جدا، صحاب خبره زي الكابتن احمد صلاح، الكابتن عبد الله عبد السلام، الكابتن عبد الحفيظ عثمان، في ناس كتير يعني، في ناس وكابتن منعم كان بيلعب زمان عندنا، ففي ناس خبره كتير. احنا برضو عندنا خبره قليله بس والحمد لله. احنا السنه دي عاملين، يعني احنا السنه دي مقارنه بالسنين اللي فاتت احنا السنه دي عاملين موسم كويس، باستثناء خساره الطيران الاخيره دي كانت مفاجاه للجميع، حتى كان مفاجاه لينا ولجمهورنا والاداره عندنا. يعني احنا مش نادي الزمالك اللي خسر الطيران، احنا كان يعني احنا اول مره في التاريخ نخسر نادي الطيران، يعني ما حصلتش. يعني انا بقالي بالظبط 8 سنين في النادي ما خسرتش خالص من الطيران.